بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فمطار مرسى علم الدولي هيستقبل 116 رحلة طيران أوروبية، وكمان وزارة الصحة أعلنت عن تطبيق خطة التأمين الطبي لاحتفالات عيد الأضحى، وأخبار تانية هنتابعها في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هيستقبل مطار مرسى علم الدولي بداية من اليوم السبت والحد الجمعة اللي جاية 116 رحلة طيران أوروبية مختلفة بمعدل زيادة رحلتين عن الأسبوع اللي فات. كمان هتطبق وزارة الصحة والسكان خطة التأمين الطبي خلال الاحتفالات بعيد الأضحى المبارك في جميع محافظات الجمهورية. تتضمن الخطة الدفع ب 2119 سيارة إسعاف مجهزة على الطرق والمحاور السريعة والميادين في كل المحافظات والأماكن اللي بتشهد تجمعات المواطنين، علاوة على الدفع ب 11 لانش إسعاف نهري، مع الحرص على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في أماكن الزحام والتجمعات. كمان هتفتتح فعاليات النسخة الأولى من بطولة فيروس بول الدولية لناشئي وناشئات التنس، واللي هتقام للمرة الأولى في مصر، ودي إحدى جولات بطولة تام برو العالمية للناشئين. هيشارك في البطولة 15 دولة، أبرزهم الإمارات، بريطانيا، نيجيريا، البحرين، الكويت، بلجيكا، بالإضافة لمصر البلد المضيف. هتشهد البطولة منافسات للمراحل السنية من 10 ل 16 سنة ناشئين وناشئات.